صباح الخير والسرور المشاهدين على كل من يشاهدنا اليوم في حلقة اليوم برنامج صباح الشرقية. صباح الأمل والتفائل، أرجو أن تكون حلقتنا فيها الفائدة والمتعة، وطلالتنا تكون عند حسن ظنكم فينا. وصباح الخير يا عقوب. صباح النور يا عائشة، أكيد أصبح بالخير على كل متابعي برنامج صباح الشرقية. نتمنى اليوم تكون حلقتنا مميزة وعلى ذوقكم، وصباحكم سعادة وين ما كنتوا. أكيد حلقتنا اليوم بتكون إن شاء الله مختلفة ومتنوعة من ناحية الضيوف والفقرات اللي مقدمها لنا فريق عمل برنامج صباح الشرقية. والحين مشاهدينا خلنا نشوف عناوين حلقتنا لليوم. مشاريع نسائية بأيدي إماراتية، البلاستيك الأخضر جهاز يستخدم في تحويل البلاستيك إلى وقود، السدر شجرة ذات فائدة على الصعيد البيئي والاقتصادي. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما تعرفنا على عناوين حلقتنا اليوم. مثل ما ذكرت ان حلقتنا اليوم ان شاء الله بتكون خفيفه عليكم وايضا متنوعه من ناحيه الضيوف والفقرات اللي مجهزينها لنا فريق العمل، وايضا اليوم حلقتنا بتكون داعمه لاصحاب المشاريع واصحاب الهوايات. والحين مشاهدينا بعد ما تعرفنا على عناوين حلقتنا اليوم نطلع على اخر الاخبار المحليه الموجوده في الصحف اليوميه، واول خبر عندي اللي هو يعتبر انجاز اماراتي في الحقيقه. الامارات تحلق عاليا في الفضاء. في إنجاز عربي جديد، أعلنت دولة الإمارات عن اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين، هما هزاع علي عبدان خلفان المنصوري وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي، بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية، وذلك من بين 4000 شخص أو مشارك أو شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الهادف إلى تأهيل وإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى الفضاء الخارجي لتنفيذ مهام علمية. وسينطلق أحد الرائدين إلى الفضاء في أبريل القادم كأول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء في مهمة مدتها 10 أيام ضمن بعثة روسية أو بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية. طبعا هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة الشابين المواطنين الذين تم اختيارهما كرواد فضاء، وأعرب سموه عن فخره بهما، وكذلك فخر واعتزاز ليس دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب بل والأمة العربية والإسلامية، وتمنى سموه للشابين التوفيق والنجاح في مهمتهما العالمية الفضائية. كما قدم سموه التهنئة لجميع القائمين على برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي وصفه سموه بالمشروع الفضائي العالمي المتميز. يعني ولله الحمد أصبحت الآن الأفكار تصل إلى الخارج إلى الفضاء، تحويل هذه الأفكار إلى أرض الواقع، يعني هنالك في بيئة أيضا محفزة مشجعة، ونحن نفخر في الحقيقة وسعداء جدا بوجود مثل هؤلاء الشباب الطموحين اللي حلقوا عاليا حتى وصلوا إلى الفضاء. نعم، يعني كل الإنجازات اللي نشوفها في دولة الإمارات عشان نتيجة الدعم الكبير اللي توليه القيادة الرشيدة للشباب، خصوصا لأن الشباب هم الاستثمار الحقيقي في صحيح. المجتمعات. اليوم نشاهد دولة الإمارات يعني متقدمة في كل المجالات عايشة، حتى في مجال الفضاء رائدين إماراتيين إن شاء الله راح يحققون إنجاز كبير لدولة الإمارات وللعالم العربي والإسلامي مثل ما ذكرتي. فالحمد لله دعم كبير من القيادة الرشيدة، ونشاهد دولة الإمارات يعني متألقة وفي إنجازات في كل المجالات نتيجة الدعم المعنوي والمادي لأفراد المجتمع الإماراتي وخصوصا الشباب. يعني لا حدود مع قيادتنا الرشيدة أو صحيح. لا صعوبات معهم، حولوا المستحيل إلى أو الأحلام إلى واقع من خلال الدعم اللامحدود لجميع الشباب وتوفير البيئة الخصبة لهم لإبداعاتهم لصقل مواهبهم حتى مثل ما ذكرت وصلوا إلى الفضاء. صحيح. أما الخبر الثاني موجود عندي أيضا من صحيفة الخليج، القاسم يثمن اختيار الدولة، الشراكة العالمية تؤكد ريادة الإمارات في حماية الطفل. ثمن الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي اختيار منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في الشؤون الإنسانية والمتعلقة بحياة الأطفال وحمايتهم دولة الإمارات للدخول في الشراكة العالمية لإنهاء العنف نحو الأطفال، مؤكدا أن هذه المبادرة الدولية تأتي تقديرا لدعم قيادة الدولة الرشيدة وتعزيزا
رعاية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مشيرا إلى أن الإمارات هي أول دولة عربية تلحق بالشراكة العالمية لإنهاء العنف الموجه للأطفال. نعم. مثل ما نعرف أن دائما الشبكة أو حماية الطفل في إمارة الشارقة دائما تولي هذا الطفل اهتمام كبير في جميع النواحي، سواء كانت النفسية، الصحية، الاجتماعية وغيرها من الأمور. هناك العديد من المبادرات لحماية هذا الطفل والعديد من الحملات في العديد من التخصصات أو المجالات لتعريف هؤلاء الناس أو هؤلاء المنتسبين مثلا أو أي شخص من هو الطفل، كيف ممكن أن أنا أحفظ حقوق هذا الطفل وأحميه ضد أي عنف ممكن أن يلحق له أي ضرر سواء كان جسمي أو نفسي أو غيره من الأمور. أكيد طبعا دولة الإمارات حريصة جدا على الاهتمام بالطفل، خصوصا أن الطفل جزء لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي، فلا بد الاهتمام فيه وفي كل مجالاته. طبعا نبدأ الأخبار اللي عندي مشاهدين الكرام، عندي أخبار من صحيفة الاتحاد. الخبر الأول، ركن زايد في مبنى الأشغال بالشارقة. دشنت دائرة الأشغال العامة بإمارة الشارقة ركن زايد في مبنىها الرئيسي بالإمارة، وذلك من ضمن المبادرات التي تقوم بتنظيمها في عام زايد. وقالت مريم المازمي مدير مركز الاتصال المؤسسي بالأشغال في إمارة الشارقة تعلن عن تنفيذ 7 مبادرات ضمن عام زايد لإبراز الدور الكبير الذي قام به الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أنه تم في البداية إطلاق مسابقة بين مهندسي الدائرة لاختيار المكان الأنسب لركن زايد، وعليه تم اختيار أكثر الأماكن التي يرتادها المراجعون في الدائرة. طبعا في عام زايد تكثر المبادرات في خصوصا في الجهات الحكومية والمؤسسات صحيح. الحكومية أو حتى الخاصة أو حتى أفراد المجتمع في منازلهم، يعني تخليدا لذكرى المؤسس طيب الله ثراه الشيخ زايد نشوف مبادرات كثيرة من أجل صحيح. حتى تعريف أفراد المجتمع أو حتى المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بدور زايد المؤسس لدولة الإمارات العربية صحيح. المتحدة. نشوف الكثير من المبادرات الآن يعقوب في مختلف الجهات، بما أن نحن في عام زايد يعني في الحقيقة مبادرات كثيرة في تقريبا في كافة الجهات الحكومية اللي تعرف الناس أو خاصة الأطفال أو حتى الزوار من هو زايد، كيف كان، كيف حول هذه الأرض من صحراء إلى أرض خضراء. فأكيد مثل هذه المبادرات جميلة جدا لتعريف الناس بمؤسس هذه الدولة. نعم. الخبر اللي عندي أيضا من صحيفة الاتحاد مشاهدين الكرام، تستهدف طلبة المدارس من الأطفال واليافعين الشارقة للنشر ترعى جائزة أدبية في نيجيريا. ترعى مدينة الشارقة للنشر أول منطقة حرة للنشر والطباعة في العالم واحدة من مشاريع هيئة الشارقة للكتاب الدورة الثالثة من جائزة أدب نادي الكتاب التي تقام في جمهورية نيجيريا في القارة الإفريقية، وتستهدف طلبة المدارس من الأطفال واليافعين. وطبعا تشترط الجائزة في موسمها الثالث على جميع المشاركين تخليص كتاب And After Many Days بعد أيام عدة للكاتب جوهر إيلي في مقالة لا تتعدى كلماتها 1500 كلمة، مع الحفاظ على الفكرة الأساسية والشكل العام للكتاب. وتكفل هيئة الشارقة للكتاب بمنح الفائزين في هذه الجائزة جائزة أدب نادي الكتاب فرصة لزيارة الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. طبعا إمارة الشارقة دائما مشاهدين الكرام تحرص على نشر الثقافة، نشر العلم، نشر حتى حب القراءة أو حتى الكتابة على المستوى المحلي أو حتى على مستوى العالم. نشاهد يعني جائزة أو مبادرة جدا جميلة من هيئة الشارقة للكتاب في جمهورية نيجيريا، وهي عبارة عن تقليص لكتاب بعد أيام قليلة للكاتب جوهر إيلي. طبعا المبادرات كثيرة، مبادرات الثقافية لإمارة الشارقة، هذا دليل على أن إمارة الشارقة دائما حريصة على الاهتمام في الثقافة وحتى تثقيف أفراد المجتمع داخليا أو محليا أو حتى
دوليا. أكيد لهذه الجائزة أيضا جانب مميز، يعني شوف تلخيص كتاب كامل على 1500 كلمة. نعم. فهني يكون يعني المضمون موجود لكن في عدد قليل من الكلمات، يعني خير الكلام ما قل ودل. فجميل مثل هذه المبادرات اللي تنشر مفهوم التلخيص ليس فقط على المستوى العربي أو المحلي، يعني هنالك في مبادرات كثيرة لنشر اللغة العربية، لنشر ثقافة التلخيص أو تلخيص الكتب بشكل موسع. نعم. الخبر الأخير اللي عندي مشاهدين الكرام هو الخبر الرياضي أيضا لكن من صحيفة الخليج. مشاهدين الكرام، صلاح أول لاعب عربي ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم بعد أيام من نيله جائزة لاعب العام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. سيكون الكرواتي لوكا مودريتش مجددا منافسا للبرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح على جائزة مماثلة من قبل الاتحاد الدولي الفيفا بحسب اللائحة النهائية التي أعلنها الأخير. وتألق محمد صلاح في موسمه الأول مع ليفربول الإنجليزي وسجل 44 هدف في مختلف المسابقات في الموسم الماضي وهدفين في مونديال روسيا لهذا العام في مشاركته مع منتخبه الوطني مصر الذي خرج من الدور الأول. واختير محمد صلاح مشاهدينا الكرام أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وكان هدافا أيضا مع 32 هدفا فيما يعتبر محمد صلاح أول لاعب عربي يحظى بهذا الإنجاز. طبعا كل التوفيق للاعب المصري لاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وهو أول لاعب عربي يعني ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم، كل التوفيق لمحمد صلاح. مشاهدينا كانت هذه جملة من الأخبار المحلية لصحف دولة الإمارات لهذا الصباح، والآن ننتقل نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا لهذا الصباح. ابقوا معنا. إذا شاهدنا معكم مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا لهذا الصباح. مثل ما عودناكم مشاهدينا الكرام في بداية كل حلقة يكون عندنا موضوع للنقاش، اليوم موضوعنا عن الطموح بشكل عام. طبعا في البداية يمكن الشخص الطموح له مثلا إنجازات كثيرة في حياته، ممكن يمر في مراحل فشل أيضا في حياته، لكن كيف يستفيد من هذا الفشل؟ لكن الشخص الغير طموح أنا أعتقد أن هذا الشخص يعني غير موجود في الكيان الاجتماعي في المجتمع نفسه، بحيث أنه ممكن ما ممكن أنه يقدر يطور نفسه. لكن الأهم من هذا كله كيف ممكن أن الشخص يحقق طموحه. نعم. طبعا لابد أنك أنت تكون شخص طموح في البداية، صح. فلابد أن تكون عندك خطة أو استراتيجية معينة لهذا الطموح، أو حتى أنك تحطي أهداف أو أولوية أو أولية لتحقيق هذا الطموح. لكن بشكل عام لابد الاهتمام بجميع المجالات لتكون أنت واصل أو حتى شخص طموح أو حتى تحقيق هذا الطموح يا عائشة. في البداية أنا أحس أن أشوف أن الواحد يجب عليه أن يشوف هو وين يبى، وين يبى يوصل. فالطموح تقريبا نفس الحلم أو الأمنية اللي الواحد ممكن يحلم أو يطمح أن يحققها. صحيح. فوضع مثل هذه الأهداف
تخلي الشخص يصل إلى طموحه أو إلى هدفه أو إلى الحلم اللي هو راس منه. أكبر دليل على الطموح الشابان الإماراتيان اللي وصلوا إلى الفضاء، يعني صحيح. طموح شباب إماراتيين وضعت تقريبا 4000 شخص من بينهم شابان أيضا طموحان وصلوا إلى الفضاء. هني يكون الطموح الأب أكيد في البداية، الشخص الطموح، الإرادة القوية، شخصية هذا الشخص، وأيضا البيئة اللي تساعد الشخص على تحقيق هذه الأهداف وتخلي الشخص يصل إلى طموحه أو إلى حلمه. نحن دائما ودائما أقول أن نحن في بيئة دائما تدعم هذا الطموح وتكون طبعًا. بيئة مساعدة للطموح. فهني يجب أن الشخص يعني يعرف هو وين بيوصل، صحيح. هو شو بيستوي، فيكون من الشخص نفسه حتى ممكن أن البيئة اللي حواليه تؤثر فيه وتدعمه حتى يصل إلى حلمه أو إلى حقوقه. إن شاء الله نتمنى أن الطموح كل شخص منا أو أحلامه تتحقق إن شاء الله. صحيح، يعني عاشة ذكرتي نقطة جدا مهمة وهي البيئة المحيطة للشخص نفسه أو حتى الدعم من قبل دولة الإمارات، دعم كبير في دولة الإمارات لكل المجالات لكل التخصصات. فلا الحمد لله احنا في دولة الإمارات في قيادة ملهمة أيضا في كل المجالات، فلا بد علينا أن نكون أشخاص طموحين في المجتمع الإماراتي، والمجتمع الإماراتي أيضا يعني مجتمع طموح ونشوفه يحقق إنجازات كبيرة في المجالات المختلفة، مجال الفضاء على سبيل المثال أو حتى المجال الرياضي أو الاقتصادي أو حتى الاجتماعي أو حتى الثقافي أو حتى الدبلوماسي. فنشاهد مثلا اهتمام كبير من القيادة الرشيدة، لكن بشكل عام لابد أن كل شخص يكون عنده طموح في حياته. نعم. يعني لابد أن يكون تكون في أهداف في حياته، ولكن كيف يحققها ترجع للشخص نفسه. أكيد. نفسه مثل ما ذكرتي، يمكن قوة الشخصية، الإصرار، الإرادة، وأيضا البيئة المحيطة، وتعتبر هي البيئة الداعمة لهذا الشخص. نعم. في تحقيق طموحه. وأحيانا البيئة هي اللي تخلق الطموح لدى الشخص، يعني دائما نحن نفخر ونعتز لما نشوف أشخاص أطفال من مراكز الأطفال أو الناشئ أو غيرهم عندهم طموح معين، هدف صحيح. معين. يعني نشوف أطفال في الحقيقة نحن ما نعرف أو ما وصلنا لمستوى ذكائهم حتى، خاصة من ناحية الروبوتات، من ناحية البرمجة، الأمور التقنية أو غيرها. هؤلاء الأطفال ودائما يقول أن نحن عندنا طموح أن نروح للصعيد العالمي، وفي الحقيقة بالفعل هم يروحون على المستوى العالمي ويدخلون في مسابقات كبيرة ويفوزون في هذه المسابقات. فهذا إن دل يدل على الطموح والبيئة أيضا اللي توفر لهم كل الإمكانيات الداعمة لتحقيق هذا الطموح أو هذا الهدف. ومن بعد موضوع حلقتنا مشاهدينا اللي هو الطموح، وإن شاء الله مثل ما ذكرت كل أمانيكم وطموحاتكم تتحقق إن شاء الله. نروح لأول فاصل من حلقة اليوم، بعدها نرجع لاستكمال حلقتنا، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. تعتبر ريادة المرأة للأعمال من أهم العناصر لبناء اقتصاد قوي ونمو جيد، فالمرأة العربية كغيرها قادرة على الابتكار والمساهمة في تطوير العجلة الاقتصادية عبر ريادة الأعمال. والحديث عن هذا الموضوع نرحب في الاستوديو بالأستاذة هاجر حسين العيسى، مدربة في مجال تطوير الذات وأيضا صاحبة مشروع ريادي. صبحك الله بالخير ونرحب فيك في برنامج صباح الشرقية. صباح الخير والسرور. أهلا. يا رسالة فيك أستاذة هاجر، اليوم موضوعنا جدا مهم وهو دخول المرأة في عالم ريادة الأعمال. الكثير من ولحسن الحظ يعني أنا أشوف في الفترة الأخيرة ما شاء الله المرأة اكتسحت عالم ريادة الأعمال وعالم الأسواق بشكل كبير. وأنت معي أستاذة هاجر، فلماذا؟ هل هنالك في بيئة خاصة داعمة لهذه المرأة، إمكانيات متواجدة، طموح المرأة؟ بما أن اليوم موضوعنا عن الطموح هو اللي خلاها تصل إلى مرحلة نقدر نقول قوية اللي هي ريادة الأعمال. طبعاً إحنا الأسبوع الماضي تقريباً احتفلنا بيوم المرأة الإماراتية، وكانت هناك فعاليات، وكما يعني الصحافة يعني سوت هايلايت أو برزت يعني جوانب من النساء اللي هم برزوا سواء في القطاع الحكومي أو القطاع شبه الحكومي أو الخاص وقطاع ريادة الأعمال. الحمد لله رب العالمين، توجهات الدولة الحديثة هي أولت المرأة الإماراتية اهتمام بالغ
في مجال ريادة الأعمال. فما شاء الله على مستوى الدولة نجد أن هناك يعني مثلا مؤسسات تعنى بالمشاريع الريادية وعلى وجه التحديد المشاريع الريادية النسائية. جميل. يعني جميل. بيئة داعمة. دائما البيئة داعمة في دولة الإمارات. صح. عائشة، جميل. نتكلم عن مدى إلى أي مدى مثلا في الريادة ريادة الأعمال تساعد على النمو الاقتصادي بشكل كبير في مثلا الناتج المحلي الإجمالي الوطني؟ اوكي، خلينا ناخذ لغه الارقام. لغه الارقام دائما هي تعطيك الدلالات الصحيحه. اخر الاحصائيات نجد ان تقريبا 60 الى 65% من الناتج المحلي الاجمالي لدوله الامارات العربيه المتحده هي عباره عن شركات مشاريع صغيره متوسطه. من هالنسبه هاي ناخذ تحديدا احصائيه من مؤسسه شارقه للاعمال الرياديه او لدعم المشاريع الرياديه رواد. في يوم البرأة الاماراتيه ذكروا ان نسبه المشاريع الرياديه النسائيه وصلت الحمد لله رب العالمين حوالي 39.3%. منها 66 من هالمشاريع الريادية النسائية في قطاع التجاري، والبقية اللي هو 44% في قطاع الخدمات. وهي هي تعتبر نسبة عالية. نعم. جميل. ما شاء الله أهل الاختصاص موجودين أستاذة هاجر، منكم نستفيد. كونك أيضا داخلة في مجال ريادة الأعمال، شو تشوفين الصعوبات اللي ممكن تواجهها هذه المرأة لتحقيق هدفها أو طموحها في هذا المجال، وكيف ممكن تتغلب على هذه المتاعب والصعوبات؟ أول شيء خلينا نتكلم بشكل عام ريادة الأعمال يعني أو رواد الأعمال، سواء كانوا يعني من النساء أو الرجال. نعم. الرجال أنهم يعني يواجهون مشاكل أو مصاعب هي تقريبا نفس الشيء. البداية هي أنا مثلا لو كانت عندي فكرة كيف أنا أمحورها أو أخليها تكون مشروع يعني مثلا يلامس أرض الواقع. فهاي هي مثلا بعضها تكون مخاوف من الشخص نفسه. الشخص ممكن يعني تكون عنده كفاءات وقدرات بس هو خايف يدخل السوق بقوة، وهذا اللي كنا نتكرره ويعقوب في منافسة المشاريع. نعم. والشركات الكبرى. صح. فها جانب من الجوانب. مو هنالك اشخاص او ممكن السيدات يعني مثلا عندهم فكره يعرفون كيف يعني مثلا يتبلورون المشروع يعني مثلا يحولونه الى واقع، لكن الخوف ان تنقصهم بعض الجوانب الاداريه او المهارات، يعني مثلا مهاره اداره المشروع، مهاره اختيار الموارد البشريه، مهاره مثلا اداره العنصر المالي او مهاره اداره العنصر القانوني او الجوانب القانونيه. لان اكيد مشروع تحتاج انت مثلا تتعامل مع موردين، نحتاج يعني مثلا خدمات، نعطي خدمات، فمن خلال التعاقدات هاي من خلال التوريدات هاي ممكن رائد الأعمال أو يعني تحديدا سيدات الأعمال قد يواجهون بعض الصعوبات. هذه من كيف تغلب على الصعوبات، لكن المخاوف يعني دائما ذكرنا في الفاصل أنا وعائشة أن مثلا أنا عندي المادة وعندي الإمكانيات، لكن بعد في عندي تخوف من مثلا الخسارة مثلا. نعم. يعني كيف اتغلب على هذا الخوف؟ تفضلي. يعني انا كنا نتكلم انا ويعقوب، يعقوب يسالني ما تفكرين مثلا تفتحين مشروع؟ اقول له ممكن حابه اني افتح مشروع لكن انا اخاف اني انا اخسر في هذا المشروع، كيف ممكن احول هاي الفكره الى ارض الواقع؟ ممكن يكون في جانب من الخساره او اني ما درست المشروع او الفشل او حتى اختيار الموارد البشريه اللي بتكون او غيرها من الامور، فكيف ممكن لهذه المراه او هذا الشخص يختار المشروع الصح استاذه هاجر؟ الحمد لله رب العالمين المؤسسات الداعمة في الدولة موجودة، يعني لو خلنا على مستوى الدولة عندنا 5 مؤسسات تدعم المشاريع الريادية. صحيح. في أبو ظبي صندوق خليفة عندنا. نعم. في دبي مؤسسة محمد بن راشد، وفي الشارقة عندك مؤسسة شارقة لريادة الأعمال. وعندك برنامج صقر في أم القيوين. وعندك مؤسسة سعود في رأس الخيمة. نعم. فهاي هي يعني نحن يعني تحديدا على وجه الخصوص المرأة يعني جدا محظوظة في دولة الإمارات. صح. أو حتى الشباب، يعني مثلا لو وصلنا لها المؤسسات هي في البداية يعني مثلا تقعد معك تسوي معك عصف ذهني، دراسة تأخذ الجدوى. الأفكار وبعدين يعني مع بعض يعني نكمل دراسة الجدوى. فهي ترشدنا خطوة بخطوة كيف أن نحن نختار الفكرة الصحيحة والمشروع الصحيح اللي يحتاجه السوق. نعم. جميل. في مثل بعض الأحيان أستاذة قبل بقطع كلامك بالخير يعقوب، مثل هذه المشاريع دائما تقتصر على المطاعم أو بعض هذه المشاريع. صحيح. تقتصر على المطاعم أستاذة هاجر، يعني يروح الشخص لمثل هذه المؤسسات ويقول أننا نحن خلاص توجهنا الأخير صار على مطاعم على الكوفيات وغيرها. نعم. فممكن هني لكثرة المطاعم والكوفيات الموجودة الواحد حتى يتخوف أنه هو يلتحق إلى مثل هذه المؤسسات وفتح مثل هذه المطاعم حتى ممكن أنه يخسر،
صحيح، بس دور هالمؤسسات كبير في التوجيه والارشاد. يعني صارت معي قصه واقعيه، انا لما بديت في 2012 تقدمت الى مؤسسه محمد بن راشد في دبي وبديت وياهم دراسه الجدوى. تقريبا 90% من دراسه الجدوى كملتها وكانت باللغه الانجليزيه. ومو ان مشروعي كان يعني عباره عن استشارات اداريه وتدريب لمستوى الموظفين. فاتصلوا فيني اعتذروا لي، قالوا لي المشروع اون هولد لان الحين في حاليا تشبع في حاضنات الاعمال المنتسبه للمؤسسه في مجال الاستشارات، فبنخلي المشروع اون هولد لين ما تصير فرصه وتلتحقين بالحاضنه. فهذا ما يمنع ان الواحد يتوجه الى مؤسسه ثانيه في اماره ثانيه، فكان صحيح. الخيار الثاني اني انا اتجه لإمارة الشارقة ويعني أتواصل معهم. فكان تقريبا في نفس الفترة بعدها بأسبوع ورشة عمل في غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن ريادة الأعمال. حضرت الورشة والحمد لله يعني كنت متجاوبة وقلت لهم أن عندي فكرة وكذا ودراسة الجدوى جاهزة، فالحمد لله رب العالمين. يعني من الغرفة هم يعني وجهوني قالوا نحن عندنا مشروع الحاضنات، وكان توها يعني بادي هالمشروع، ويعني حولوا يعني دراستي اللي كانت هاي لما اسست الشارقه للاعمال الرياديه. حلو. وهناك تبنوا الدراسه، شافوها قالوا لا الحين نحن نبغي الدراسه باللغه العربيه، والحمد لله الدراسه كانت يعني جاهزه، مجرد اني ترجمة. يعني ترجمتها من اللغه الانجليزيه للغه العربيه. نعم جميل. كيف ساهمت دوله الامارات في دعم العنصر النسائي، بما ان احنا اليوم نتكلم عن العنصر النسائي، كيف ساهمت دوله الامارات في دعم والمساهمة الكبيرة للعنصر النسائي في سوق الأعمال وريادة الأعمال وحتى الجانب الاقتصادي ككل؟ مثل ما ذكرنا قبل شوي أن الدولة يعني تبذل جهود حثيثة وتركز على قطاعات مهمة، خصوصا الحين توجهنا صار نحو الذكاء الاصطناعي والمشاريع الصناعية والمشاريع اللي هي تتميز أنها مشاريع نادرة. فلنا يعني كرواد أعمال دعم خاص، يعني ممكن نحن يعني نحظى بتسهيلات كمثلا الانتساب لحاضنات الأعمال. يعني ما في داعي أن أول ما الواحد ينشأ مشروع يأخذ له مكتب ويكون الإيجار بدخل، لا ممكن يجرب يعني الانفايرومنت هذا خلال 3 سنوات ويثبت وجوده في حاضنة الأعمال، ثم ينتقل اللي هو إيجارها يكون رمزي ما يتعدى يعني 20,000 مع التراخيص. حتى في فترة يعني احتضان المشروع يعني التراخيص تكون بعد برسوم رمزية. نعم. فهاي هي واحدة من الأشياء المهمة. تحديدا بالنسبة للمرأة، يعني خلينا ناخذ على مستوى إمارة الشارقة، اللهم لك الحمد عندنا مؤسسات كثيرة، منها غرفة التجارة وصناعة الشارقة. نعم. منها دار التنمية الاقتصادية، منها من المؤسسات اللي أنا استفدت منها مجلس سيدات الأعمال اللي أنا حاليا عضوة فيه، منتزه الشارقه التطوير اللي هو حاليا مؤسسه الشارقه لتطوير القدرات. يعني استفدت من هالمؤسسات لما بديت مشروعي، اغلبها كانت تعطي دورات يعني في مجال رياده الاعمال، فالحمد لله يعني استفدت الخبرات اللي مكنتني اني ادير مشروعي بكل سلاسه. نعم، كلمينا عن هذه الحاضنه او هذا المشروع. يعني احس ان سبب نجاح مشروعك هو ندرته استاذه هاجر، فكلمينا عن الفكره، كيف جت هذه الفكره وكيف طبقتيها على ارض الواقع وشو متخصص هذا المشروع؟ هي من ناحية الفكرة كانت موجودة عندي أيام الابتدائية، كنت أطمح أني أنا أكون مدرسة وتكون عندي مدرسة خاصة، ودائما كنت أدرس أخوي الصغير، ودائما يعني مثلا كنت أقدم يعني مثلا يعني أساعد زميلاتي مثلا لو كانوا غايبات أو أنا مثلا ما فهموا فأصير أشرح لهم الدروس. فغالبا ما كانت التغذية الاسترجاعية أن أسلوبي سهل سلس أقدر يعني أوصل لهم المعلومة. فالفكرة كانت تكبر، يعني هذا كان بالنسبة لي يعني هدف. حلو. ما كان حلم، لا كان هدف يعني. جميل. على أرض الواقع لما وصلت في مرحلة الكلية أو التقنية كان عندنا مشروع واقع أو عملي اللي هو عن البازار. فالبازار هناك يعني عرفنا كيف يعني ننشأ مشروع وكيف ندير ببساطة وطلع لنا مربح. فهني فكرت لا ليش أنا أنشأ مدرسة، ليش أنا أختص بقطاع واحد اللي هو يعني مثلا تدريس فئة معينة أطفال أو أن مثلا يكونوا مستوى معين، خليني أنا أفتحها صورة أكبر، خليني أنشأ مركز للخدمات الاستشارية والإدارية. طبعا لما أفتح مركز راح أتعامل مع قطاعات حكومية شبه حكومية ومن مختلف المجالات، فهي يعني بيخلي أن مشروعي نادر وراح أتمكن أكثر. صحيح.
جميل. الأستاذة هاجر، نتكلم عن التسويق أو الإعلان أو الدعاية وأهميته في بداية المشروع أو حتى قبل بدء المشروع، هذا الجانب جدا مهم، خصوصا أن الحين نشاهد في السوشيال ميديا الدعاية والإعلام بشكل كبير جدا، وفي تقريبا في كل برنامج في من برامج التواصل الاجتماعي، فأهمية التسويق والدعاية والإعلان في بداية المشروع. في بداية المشروع الواحد لازم يعني ينتبه كيف مثلا أول شيء يختار له الشعار المؤسسي والشعار المكتوب، وبعدها هي للشريحة اللي هو يبغيها. كثير من رواد الأعمال أول ما يبدؤون المشروع يعني ممكن جانب كبير من الأموال يصيرون يدفعونها في مجال التسويق، وللأسف أنه ما يختارون الفئة اللي هم المفروض يقصدونها، فيصير مثلا دروب أو أنه فشل شوية في المشروع هذا. كيف يعني أستاذة هاجر مثلا ما يختارون الشخص الصح مثلا في الفئة المستهدف من هذا المشروع؟ ماركت ماركت يعني مثلا أنا الحين خدمات استشارية وتدريبية المفروض يكونون عندي كلاينت معين أو مؤسسات معينة أستقطبها، يعني مشروعي ما يستقطب الكل يعني صح. فالمفروض أعرف شو الشريحة اللي مثلا تناسبها خدماتي، يعني مثلا أنا خدماتي متخصصة بتوفير الاستشارات في مجال التميز المؤسسي، الجودة في مجال استشراف المستقبل، فالحين توجهات الدولة من ناحية للقطاع الحكومي في المجال، فالتارجت ماركت مالي المؤسسات الحكومية أكثر عن المؤسسات من القطاع الخاص. فهني أنا أتوجه أسوي ماركت فوكس على المؤسسات الحكومية. نعم. واجهت بعض التحديات، وكيف ممكن أو حولتي هذه التحديات إلى فرص أستاذة هاجر؟ هي بالنسبة لي التحديات يعني هي علامة نجاح الواحد، يعني ما يأس مجرد ما يعني صار له موقف أنه خلاص يقول أنا ما راح يعني مثلا أنجح في قطاع ريادة الأعمال، بالعكس يعني هي تجربة ممكن الواحد يستفيد ويتعلم من الصبر من الأخطاء. لما بدينا بالمشروع يعني واجهتني بعض الصعوبات، كون أنه مثلا المؤسسات الداعمة تعطيك دعم معنوي ما شاء الله، يعني ما قصروا في جانب التسويق، ما قصروا في جانب يعني مثلا دراسة الجدوى، غطوا في الجانب المالي، لكن كان يعني في نقص يعني هذه الفترة أيام 2012 على الجانب القانوني. فهني مع الخبرة السابقة ومع التعلم ومع بعض الكورسات اللي أنا أخذتها قدرت يعني أني ألم أو أني أفهم الجانب القانوني. فيا ريت المؤسسات اللي هي حاليا تدعم ريادة الأعمال يعني تلقي الضوء أو تسلط الضوء على الجانب القانوني، لما نحن نسوي كرواد أعمال دراسة جدوى فالجانب القانوني يشتمل دراسة الجدوى هاي. نعم. هاي واحدة من الجوانب اللي شوية ممكن تأثرت فيها. لكن أنت دخلتي مثل ما ذكرتي مثلا دورات ممكن تسقل مهاراتك. نعم. وتزودت بالمعلومات المتعلقة بالقانون وغيره. عندنا جانب التراخيص، أحيانا مثلا نشاطك يطلب يعني مثلا ترخيص معين، كمثلا نشاطي كمزاولة التدريب احتجت أني أخذ موافقة وزارة التربية والتعليم. فأحيانا مثلا الإدارة الاقتصادية ممكن تعطيك ترخيص لكن تقول لك لا، أول خذ الابروفل من الجهه المناسبه. فهني مثلا لين ما يحولونك ولين ما يحولون مثلا مشروعك هاي هي هني الفتره قد ممكن تطول. فتقريبا انا لين ما اسست المشروع واخذت الترخيص ممكن صار 9 شهور لين ما اخذت هالترخيص هذا. جميل. ذكرتي اني التحقتي في بعض الدورات او المحاضرات في جانب رياده الاعمال، اهميه هذه المحاضرات و الندوات أو حتى مثلا المؤتمرات في هذا الجانب، أهميتها لمثلا اللي خلاص ناوي أنه يقبل على مشروع جديد؟ بالنسبة لرواد الأعمال هي جدا مهمة، تعطيك آخر المستجدات عن السوق الإماراتي، عن التوجهات مثلا توجهات الدولة، توجهات يعني قطاع الأعمال على أي المشاريع، على أي الأفكار اللي ممكن مستقبلا تصير مشروع ناجح ممكن يكبر المشروع هذا ويتوسع على مستوى دولة الإمارات. صحيح. أو حتى خارجها. نعم. حتى على مستوى الإجراءات ممكن تعطيك فكرة كبيرة عن أهمية الإجراءات والإجراءات اللي لابد أنك أنت تتخذها عند الإقبال على أي مشروع. أكيد أكيد يعني تساعدك في كافة الجوانب، كيف تدير الجانب المالي، تدير الجانب يعني مثلا الموارد البشرية، تختار العاملين أو الموظفين في مشروعك التجاري. فالمؤسسات جدا دورها مهم في دعم رواد الأعمال. نعم. أكيد هنالك في نصائح أستاذة هاجر بالنسبة للأشخاص اللي حابين أنهم يدخلون هذا المجال، سواء كانت من الناحية التثقيفية من ناحية العملية، فنصائحك لهؤلاء الأشخاص من تخوفهم وغيرها من الأمور؟
نصائحي اول شيء انهم يعني يدرسون السوق المحلي واحتياجاته، ثاني شيء انهم يعني ما يعتمدون على المؤسسات الرياديه هاي هي، لا يسوون سيرش يعني مثلا يشوفون يعني من خلال الانترنت الصحف يعني شو اخر التطورات، شو هي توجهات الدوله هاي هي. غير هذا مثلا الشخص يكون ادرى بنفسه شو جوانب مثلا القوه اللي عنده وفرص التحسين. فمثلا انا يوم حسيت ان الجانب القانوني عندي شوي ضعيف التحقت بدورات تدريبيه. حلو. فممكن الشخص او رائد الاعمال اذا شاف انه مثلا عنده قصور في الجانب المالي ممكن يلتحق بدورات تدريبيه. معظم المؤسسات اللي هي تدعم رياده الاعمال يعني البرامج التدريبيه اللي تطرحها هي برامج يا انها تكون يعني مجانيه او تكون برسوم رمزيه، فمن السهل لرائد الاعمال انه ياخذ هالدورات التدريبيه. يعني في الوقت الحالي ممكن تستفيد يعني يستفيد منها رائد الاعمال في مشروعه مستقبلا حتى على المستوى الوظيفي اذا كان موظف يستفيد منها في مجال الوظيفه. جميل، يعني الواحد ما بيخسر شيء، هي معلومات وثقافه في جميع المجالات او التخصصات. ما ادري بعد كل هذا الكلام والنقاش والحوار اقتنعتي عائشه ولا بعده في مخاوف؟ هو على حسب السوق. طيب استاذ هاجر، السوق الحين شو يبقى؟ الحين نحن ما شاء الله يعني قاعدين نتساعد بخطوات جريئه نحو المستقبل، عندنا استشراف مستقبل، عندنا الذكاء الاصطناعي، عندنا التحول الرقمي. يعني هالمشاريع هاي هي يعني مثل ما نقول نحن مغمضين، راح تحصل 100% دعم من المؤسسات اللي هي تدعم المشاريع الرياضية. يعني اعطتكم الافكار فاكيد نتريى الواحد يطبقها على ارض الواقع بالفعل. هي هذه الافكار اللي ممكن انها حتى في المستقبل وتدوم لفتره بعيده، لان هي هذه الأفكار مطروحة في أرض الواقع الآن. صحيح، وتحظى بدعم كبير. لكن نسبة نجاح كل هذه المشاريع، يعني هل نسبة مرتفعة في سوق العمل حاليا أو حتى في الجانب الاقتصادي ككل؟ هي حاليا تعتبر نسبة معقولة مناسبة، بس يعني مستقبلا مع رؤية الإمارات اللي هي 2021 و2071 هاي هي راح يعني يكون لها إقبال ومستقبل هالمشاريع هاي هي. نعم. في الأخير الأستاذة هاجر حسين العيسى مدربة في مجال تطوير الذات وأيضا صاحبة مشروع ريادي، كل شكر على تواجدك اليوم ويانا برنامج صباح الشرقي وعلى هذه المعلومات المتميزة الداعمة للمرأة في مجال ريادة الأعمال، ويعطيك العافية. لكم جزيل الشكر. شكرا لك. مشاهدينا ومن ريادة الأعمال نروح لفاصل قصير وبعدها إن شاء الله نواصل حلقة اليوم، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، والحين عندنا تقرير يتحدث عن زراعة القمح في دولة الإمارات والطرق المتبعة في زراعتها. في هذا التقرير خلونا نشوف. تتميز دولة الإمارات بزراعة القمح قديما ولا زالوا يتداولون هذه المهنة. ينمو القمح في أنواع التربة الجيدة والتي تسمى التربة الطينية، ولا بد أن تحتوي التربة على عناصر غذائية متحللة كي توفر غذاء حبوب القمح، وإن لم يتوفر لا بد من تسميد التربة بشكل جيد حتى تحصل على محصول ممتاز. يتم اختيار المكان من خلال تسويره بالحجارة. على الرغم من وجود القمح في كل مكان، إلا أن المزارع الإماراتي يحب أن يتلذذ بطعامه الذي يصنعه من يديه ويتكيف مع المناخ لإنتاج القمح المحلي. يهتم بتنظيف الأرض من الأعشاب ويتخلص منها بحرقها، ويشبع الأرض بالسماد وينظف مجرى مياه الأمطار، وتترك الأرض لفترة 3 أيام بعد نزول الأمطار حتى تشرب المياه بشكل ممتاز، ثم ينشر البذور ويحرث الأرض بطريقة دقيقة. بعد ظهور القمح يتم تنظيف المكان من جميع الحشائش التي قد تكون ضارة على النباتات مصحوبة بالأهازيج الخاصة لرفع معنوياتهم. يجنى المحصود بقص السنابل وتجميعها، وتغمر المزارعين البهجة والسرور، وتكون الفرحة عامرة في قلوبهم. وبعد فصل القمح عن السنابل يتم طحن الحب باستخدام الرحى ويكون جاهزا للاستخدام.
إذا شاهدنا معكم مشاهدي الكرام في هذا التقرير كيفية زراعة القمح في دولة الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله تشتهر دولة الإمارات في بعض الزراعات الموجودة في الدولة وتحظى باهتمام كبير أيضا من دولة الإمارات. نعم أكيد القمح أو الشعير موجود في بيئات معينة اللي قبل كانت ممكن أنها تعتمد عليها بشكل أساسي مثل ما شفنا الحين البيئة الجبلية، وهنالك بعض الأهازيج الجميلة في الحقيقة اللي عند قيامهم بقطع مثل هذه القمح أو هذا الشعير وطحن هذا الشعير، وأكيد صناعة بعض المأكولات اللي تعتمد على الشعير. وما زلنا في جو الأشجار والنباتات، حيث تنمو أشجار السدر بشكل طبيعي في العديد من المناطق خاصة المناطق الجبلية والرملية. المزيد عن هذه الشجرة المهمة في هذا التقرير. تنمو النباتات الطبيعة العديدة في وادي الحلو، منها شجرة السدر والغاف وغيرها من الأشجار التي تنتج عن طريق خصوبة التربة في أرض وادي الحلو، وتتوافر في وادي الحلو التربة الزراعية التي تساعد على إقامة المزارع والتي تحتوي على العديد من المنتجات الزراعية. تهتم بلدية وادي الحلو بتشجير قمم جبال وادي الحلو وزيادة أعداد شجرة السدر، وذلك في إطار زيادة الرقعة الخضراء وتكوين غطاء زراعي تكتسي به الجبال وفق المخططات الزراعية في المناطق الملائمة لها. تعد تربة وادي الحلو الخصبة محظورة بين شواهد الجبال الشاهقة مستظلة بسلاسل من أشجار السدر الممتدة حياتها من ينابيع المياه الحلوة من باطن ذلك الوادي، ليبقى اسم المكان ومذاق مائه على مر الزمان دلالة على اسمه وادي الحلو. تنمو أشجار السدر بشكل طبيعي في العديد من المناطق خاصة المناطق الجبلية والرملية، وهي واحدة من أهم الأشجار التي تتزين بها حدائق كثير من الناس الذين يفضلون زراعتها والاهتمام بها بمنظور اقتصادي وبيئي، وتستخدم حاليا بكثرة في مشاريع التشجير. ما زالت شجرة السدر تزين المنطقة الشرقية، هناك العديد من الأماكن تعتمد على هذه الشجرة سواء كانت للظل، وحتى في بعض الأحيان أمهاتنا وجداتنا الله يحفظهم يستعملونها كأدوية كمستخلصات شعبية وغيرها من الأمور. أكيد طبعا. وطبعا مشاهدينا، المغاسل الأوتوماتيكية للسيارات أصبحت ضرورية ومنتشرة في نفس الوقت وفي نفس المكان. مزيد عن هذه المغاسل في هذا التقرير. تعد المغاسل الأوتوماتيكية للسيارات من المغاسل التي يجب توافرها في كل مكان، وذلك أنها توفر الراحة لمرتاديها لغسيل سياراتهم، وتقوم بتنظيف جميع أنواع السيارات والباصات بشكل جيد. تبدأ المرحلة الأولى بإدخال السيارة داخل المكان المخصص لها بشكل دقيق حتى يتسنى للآلة رش الماء على جميع أنحاء السيارة، كما يتم توزيع المادة الخاصة بتنظيف السيارة لإزالة البقع بشكل ممتاز، وبعدها يتم وضع الرغوة على جميع أجزاء المركبة لتنظيفها. وأخيراً تتوجه المركبة إلى المكان المخصص لتنظيفها من الداخل، ويأتي العامل لتنظيف السيارة ورمي المخلفات إن وجدت وتبديل الأوراق الخاصة في المغسلة، ويقوم بتجفيف السيارة وتجهيزها للسائق.
إذا شاهدنا معكم مشاهدي الكرام هذا التقرير اللي تكلمنا فيه عن المغاسل الأوتوماتيكية، في بعض الأحيان نحتاجها عائشة، وخصوصا أنه يكون يعني ما عندنا وقت كبير للذهاب لمغسلة تأخذ وقت، لكن مثل هذه المغاسل يعني تلبي الحاجة بشكل سريع. نعم، وخاصة للعنصر النسائي أصبحت المغاسل الأوتوماتيكية أسهل لهم، وأيضا أصبحت الآن المغاسل المتنقلة، يعني بمجرد أنك تتصل لهم تأتي سيارة لغسيل هذه السيارة، أو تأتي سيارة الغسيل لغسيل السيارة متخصصة للفرد اللي حاب أنه يغسل سيارته. مشاهدينا الآن جهاز يستخدم في تحويل، أو عندنا تقارير لكن عند فاصل قصير بعد إن شاء الله بنتناول هذا التقرير، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، ورجعنا للفقرة الأخيرة من حلقة اليوم، وفقرة دعم المواهب والهوايات الشابة. يعني مثل ما نشوف جهاز يستخدم في تحويل البلاستيك إلى وقود عن طريق التحلل الحراري، وللحديث أكثر عن هذا الجهاز نستضيف مخترع هذا الجهاز خالد علي شالوبي. أهلا وسهلا فيك خالد، ونورتنا اليوم. خالد صباح الخير. صباح النور، شحالك؟ تمام الحمد لله. زين، نتكلم عن مشروعك في البداية، نتكلم عن حتى الأغراض الموجودة عندنا في البداية. بداية اسم المشروع مشروع البلاستيك الأخضر، تم تسميته على أنه يكون صديق للبيئة. هذا المشروع من خلاله نحن نحول نفايات البلاستيك إلى وقود صالح للاستعمال، أو أي مشتقات بترولية ثانية نحن نستعملها مثل الديزل وغاز الميثان وإلى آخره من مشتقات بترولية. فكرة المشروعياتنا أنا والثلاث شباب، نوجه لهم تحية، هم موجودين خارج الاستوديو، فنظرا يعني لضيق الاستوديو ما قدروا أنهم يدخلون، فنوجه لهم تحية. وفي عندنا بعد مشرفين اثنين، بناء على اهتماماتنا البيئية كنا ندور على مشاكل بيئية، فوجدنا أن البلاستيك هو أحد المشاكل البيئية الخطرة جدا. يعني إذا رمى في البيئة يحتاج أكثر من 1000 سنة عشان بس يتحلل لصورته الطبيعية، وهو يسبب مشاكل للإنسان وأيضا للحيوان أو البيئة بشكل عام. النبات بعد. قلنا خلاص بناء على هالفكرة بنحاول إحنا نسوي مشروع معين، وعشان يساعد على إن نقلل تلوث البلاستيك. فقلنا خلاص بنسوي إعادة تدوير لكن بطريقة جديدة. وجدنا إن إعادة التدوير هي الحين يعني اللي الناس كلهم قاعدين يستخدمونها. لكن قلنا ليش ما نسوي طريقة جديدة إحنا نعيد التدوير هالشيء. فقلنا نسوي جهاز إنه يحول البلاستيك أو يسوي إعادة تدوير البلاستيك، ومن خلاله يطلع لنا منتج إحنا نستعمله يومياً. اللي هو البترول. أو مشتقات بترولية مثل ما ذكر. طبعاً المشروع كانت ثلاث أشكال، 3 prototypes. بناء على هالثلاث أشكال دمجنا مشروع واحد. وإحنا يوميا نطور في المشروع. مثلا قبل كم شهر تقريبا ضفنا المسطحات الشمسية، قبل ما كان مسطحات شمسية كان يشتغل بس على الكهرباء العادية، لكن الحين ضفنا على المسطحات الشمسية عشان يساعد على الاستدامة والحفاظ على البيئة. وفي في بيئة مثلا مكان معين تبنت هذه الفكرة؟ لا حاليا احنا خالد؟ لا احنا حاليا حصلنا على حقوق ملكية فكرية. حلو. وحين قدمنا على براءة اختراع، لكن ننتظر الرد، واحنا بعد حاليا ندور شركة او اي مكان او تتبنى سبونسر يعني راعي لهذا المشروع يحصل على المشروع. حصلنا اكثر من يعني اكثر من شركه اكثر منها، لكن للاسف ما ردوا علينا للحين، لكن ننتظر يعني ان نحصل ناس يتبنوا هالفكره، لان احنا جاهزين للتطوير، يعني عندنا وايد افكار وايد اشياء احنا نبغي نطور فيها المشروع. جميل. منو ساعدكم على تنفيذ هذه الفكره وعلى هذا المشروع؟ اكيد مثلا المشرفين مثل ما ذكرت. صحيح، احنا انا ذكرت ان هالمشروع مشروع مدرسي تابع لمدرسه الخليل بن احمد في خورفكان. طبعا احنا كنا 3 شباب وقلت لك مشرفين، فكل واحد عنده مهارات معينه. مثلا انا عندي مهارات في الكيمياء، عندي ربعي الثانيين واحد عنده بالفيزياء والثاني في الميكانيك، وعندنا الاساتذه الثانيين ما قصروا، يعني كل واحد عنده مهاره معينه، واحد من الاساتذه كيمياء والثاني فيزياء. ف هو معروف ان يعني كل شخص له مهام معينه في هذا المشروع، كل شخص له مهمه معينه. ف بناء على احنا كلنا تجمعنا وقلنا خلينا نسوي مشروع معين وندخل فيها المهارات كلها. نعم. زين خالد، نحن عندنا فضول نشوف هذا المشروع كيف تسوون هذا المشروع، يعني اللي هو التحويل. هذا التحويل. اوكي
بس حاسب عزولي ها. لا هو بس كبر احد لانه حاط التونه على الزوليه. انا ذكرت ان احنا نضيف البلاستيك. اوكي هذه اول خطوه طبعا. اول خطوه نضيف. يعقوب ساعد خالد بساعده. عندك انت حاويه المنتج هناك. اوكي فانا يوم بسوي تحويل انت بتصب البترول. اوكي اوكي الحين فيه بلاستيك داخل لكن نضيف زياده. عندكم هالقواطي بالاستوديو يعني؟ شليت القواطي اللي موجوده هنا. اوكي دبات الماي صح. دبات الماي. فهذا البلاستيك طبعا معروف انه في كل تصنيع البلاستيك يكون في صبغه معينه تنضاف. لان المعروف ان هل العبوات تتصنع من تكرير. صحيح. فهل العبوات ينضاف لها صبغه معينه اللي استخدمها في البترول. اللي هو ادنوك وهالشركات الثانيه. فانا ضفت بلاستيك. طبعا في خطوه ان كل كيلو بلاستيك ينتج لنا اللي هو لتر كامل بترول. لتر. هي فالحين انا بشغل. يعني ما عليكم بس صوت شويه بيكون عالي اللي بيطلع. الحين خلاص اشتغل. انزين ذكرت في جهات معينه صانعه للبترول خالد. خلاص تقدر تجرب. البترول موجود الحين. البترول موجود لانه هو بس فتره بسيطه ويظهر. يعني هو طريقته سهله. طريقته سهله. هو كان صعب وايد. كنا حتى يعني قلت لكم انا ذكرت ان احنا سوينا ثلاث اشكال. في ظهر بترول ولا في؟ هي ظهر. قلت لكم ان احنا صنعنا ثلاث اشكال. كان عندنا ثلاث اشكال معينه. اول شكل قلت لكم يعني كنا نشغله يملي لنا المختبر كله غاز. يعني كنا نشمه ونختنق من الغاز. نعم. هاي الكميه من البترول في اتوقع شويه اكثر لانه كان في وايد داخل. كنا حاطين هاي كميه بسيطه. انت تقدر تستخرج اكثر بس الريح حسب الوقت. لكن يعني مرحله جدا قياسيه في وقت قصير جدا. يعني تم تحويل من البلاستيك الى البترول. مثل ما ذكرت عمليات فيزيائيه معقده. نحسب اللي هو تكوين الذره اللي هالبترول. فعشان شيء كانت العمليه سريعه جدا. انزين خالد ان ذكرت بترول مستخلصات وغيرها من الامور الكيميائيه. يعني ما شاء الله انتم طلاب. يعني انا اشوفكم انه صغار في السن. سالتوا مثلا الشركات المتخصصه للبترول كيف عرفتوا هذه المعادلات الكيميائيه او غيرها او الحسابيه والفيزيائيه وغيرها من الامور؟ احنا عشان اكون صريح احنا ما يعني ما كلمنا شركه معينه لشيء. احنا كطلاب وكمشرفين بحثنا من نفسنا في النت. وفي عندنا مثل ما ذكرت اساتذه كيمياء ما شاء الله. فاساتذه الكيمياء اكيد يعرفونها عندهم خلفيه عن هالاشياء. فكنا نبحث نشوف شو المركب للبترول، شو المركب للديزل، شو المركب لهالاشياء. فيوم احنا نستخرج البترول، يوم نسوي عملية التحويل أكيد بنصير نفحص هالمادة طبعاً. فيوم إحنا نفحص هالمادة نشوف إن هالمركبات موجودة اللي هي المركبات الديزل أو البترول البنزيني لآخره. نعرف إن هذا خلاص بترول لأنها مركب البترول معروف. نعم جميل. تفضل كمل. فيعني مركبات البترول اللي هي بروبان وهالأشياء. فإحنا يوم نسوي تحليل للمادة يظهر لنا المركبات فنعرف إنها بترول حقيقي. جميل. نتكلم عن إجراءات السلامة. بما أن قبل لا ني من الفاصل عاشة كنتي متخوفة نوعا ما صحيح؟ أخاف خالد يحرق الدنيا اليوم. فنتكلم عن إجراءات السلامة في هذا المشروع. بداية طبعا هالحاويات اللي احنا مسوينها هي حاويات فولاذية. حاويات فولاذية معروفة أن هي يعني كيف أقول لك وايد فيها سيفتي. تتحمل درجة الحرارة فوق الألفين. ما شاء الله. فيعني فوق الألفين هاي أصلا احنا ما نحتاج فوق الألفين. فقلنا خلينا نضيف فوق الألفين حاوية فولاذية جدا صلبة عشان ما يصير أي خطر أو أي احتراق أو أي إلى آخره. يعني عشان كنت خايفة من هالشيء. فهذه أول إجراء سلامة. عندنا الحدايد اللي احنا مسوينها، البيبات اللي احنا مسوينها كلها بيبات حديد، بيبات تتحمل فوق الألفين مثل ما ذكرت. عندنا المكثف، مكثف السوال، مكثف نحاس. النحاس معروف إنه يفصل كل المواد، يخلي لنا المواد الزينة والباردة عشان ما يكون في مادة حارة وبعدين تحرق الشيء. نعم. فهو يكون عملية تبريد، كله تبريد تبريد. هالمكثف يستخدم للتبريد. احنا كنا بنستخدم مكثف إلكتروني، لكن مكثف إلكتروني صعب جدا، يعني عادي يسبب حريق أو شيء. فالمكثف العادي، مكثف النحاس، وايد جدا سليم، يعني وايد في سيفتي مثل ما ذكرت. انزين في هناك امور تنقيه للادوات او البلاستيك؟ يعني هل هنالك مثلا هالبلاستيك اللي انت دخلته صار فيه تنقيه حتى تم استخراج النفط او البترول؟ ترى انا ذكرت النحاس اللي هو يفصل كل المواد اللي هي
المشروع كيف البلاستيك الكربونات ويطلع لنا المادة الزينة اللي هي السائل البترول. فإحنا يوم ننزل سائل البترول هو صح ما بيكون سائل نقي 100% لأنه البلاستيك يوم صنع مر على مراحل وايد طبعاً. وهو مشتق من البترول يعني في مادة بترولية إحنا نبغى نستخرج هالمادة بس. فمستخرجنا المادة المادة تكون شبه نقية فيكون كتبريد مثل ما ذكرت ويظهر لنا المادة بصورة شبه نقية مثل ما ذكرت. جميل. هذه الفكرة وهذا المشروع أكيد ممكن يمر في مراحل كثيرة، هل في مخلفات لهذه المراحل؟ كيف قصدك؟ بمعنى يعني الحين أنت حطيت البلاستيك في هذا الجهاز وطلع لنا بترول من هنا صحيح؟ في مخلفات ثانية غير مثلا البترول؟ مثل ما ذكرت الكربون. الكربون الحين وين يروح؟ يتم في الحاوي، حاوية البلاستيك. فاحنا الحين عندنا افكار جديده كيف نقدر نستخدم الكربون في الطبيعه. فمثل ما ذكرت اذا كان في شركه، ولكن احنا مستعدين نسوي وايد افكار. فالمخلفات اللي تتم مخلفات الكربون اللي هي من البلاستيك نفسه، البلاستيك هو سلسله كبيره من الكربونات. فاللي يبقى الكربون، الكربون المفيد طبعا. المفيد. ولها هذا الجهاز اضرار خالد ولا بدون اضرار؟ لا بدون اضرار، احنا حاولنا احنا نسوي طريقة معينة إن ما تكون في أضرار، ما تكون في دامج على المشروع، فحاولنا قدر الإمكان إن نخليه بصورة جامدة. صديق للبيئة يعني. صديق للبيئة هو كانت أحد الأهداف للمشروع، هو إنه يكون صديق للبيئة وأيضا يقلل التلوث البلاستيكي اللي إحنا الحين عايشين فيه. وبالفعل يعني أنا أحس إنه هو بالفعل صديق للبيئة واختصر الوقت والجهد وغيره من الأمور، يعني أنا ما توقعت أن يكون مختصر بهذه الطريقة. أنا خمس ثواني تقريبا صحيح. بس هاي لأن كمية بسيطة، لكن كل ما كبرت الكمية تكون الوقت ضيق نوعا ما، لكن نحن الحين ياسين نحاول إن نخليه بصورة أسرع أكثر. فهو قيد يعني قيد التطوير، كل يوم احنا نحاول نطور من شهر واحد من بدينا فيه، شهر واحد السنه اللي طافت، واحنا نحاول نطور فيه اكثر واكثر لما وصلنا لهالمرحله. ولجميع انواع البلاستيك ولا بس نوع معين؟ جميع انواع البلاستيك، لكن في انواع بلاستيك تكون ثقيله اللي هي مثل سله الفواكه لو تلاحظون تكون ثقيله فتنتج لنا بترول اكثر، لانه يظهر لنا غاز نسبه البلاستيك تكون فيها اكبر يعني كبيره، فالغاز اللي يظهر منه يكون غاز كثيف نوعا ما، ومن خلاله ننتج بترول اكثر يعني. جميل. هذا المشروع مكلف ماديا خالد؟ هو يعني ما نقدر نقول مكلف، لكن الاغراض اللي احنا اشتريناها او يوم احنا بدينا في المشروع ترى قلت لك سوينا ثلاث اشكال، فهالثلاث اشكال لو جمعناها بيطلع سعرها شبه غالي، لكن هالمشروع حاولنا احنا نقلل نسبه التكلفه في صناعه هالمشروع، لانه هو كان كمشروع مدرسي، لكن احنا الحين نبغى نحوله كرياده اعمال او كبزنس في هالموضوع، فيتطلب تكاليف طبعا اذا نبغى بزنس بهالاشياء. نعم. إنزين إذا في أحد من الأشخاص حاب إنه يعبي بترول بإمكانه إنه يعبي بترول من لأنها بنزين للسيارات. إيه يعني جربتوا خالد وعبيته بترول؟ إيه عبينا واستخدمنا للتجربة الجنريتر، جنريتر الكهرباء، مولد الكهرباء، هي كانت يعني هو كان الشيء الوحيد اللي نقدر نجرب فيه، لأن السيارة مستحيل نجرب فيها بعد يعني ما وصلنا لمرحلة، جربنا بسيارة قديمة اشتغلت، لكن الجنريتر هو الأكثر شيء نجرب فيه ذا حقيقي ولا لا؟ يعني موفرين بعد الجهد والمال وغيره، يعني أي واحد الحين يبي يشغل أي شيء بواسطة الكهرباء وغيره خلاص أنتم موجودين وتحطون بلاستيك وخلاص تحول إلى بترول صحيح. أكيد فكرة متميزة، ونحن في الحقيقة أنا سعيدة جدا بتواجد شباب هني يقومون بمثل هذه الأفكار، هذه الابتكارات صحيح. يعني ذهلت في الحقيقة، يعني أنا ما توقعت أنه يكون بهذا الشكل، بهذا الاقتصار، وبهذه النتيجة في الأخير. طبعا خالد نشكرك على حضورك معنا اليوم، المخترع خالد علي الشالبي، شكرا على حضورك معنا اليوم في برنامج صباح الشرقية، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق، ونشوفك إن شاء الله رائد أعمال كبير في مجال البزنس مثل ما ذكرت، نتمنى لك أيضا التوفيق إن شاء الله وتحصل سبونسر لمشروعك أو فكرتك هذه الجميلة. شكرا لك. شكرا لك خالد، وتحية مني أنا لك، وتحية للزملاء والمشرفين على هذا المشروع، ومثل ما ذكر يعقوب نتمنى في جهة دعمكم، لأن بالفعل هذا المشروع يعني فكرته جديدة ومتميزة ومبتكرة. يعطيكم العافية على هذه الجهود. شكرا لك. طبعا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وإن شاء الله ألقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج صباح الشرقية. مع السلامة مشاهدينا، ترايونا باكر إن شاء الله بنفس الموعد ونفس الشاشة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا أيضا عشر الأنصار، وتحيات جميع طاقم العمل، ونتمنى لكم يوم سعيد.